شاء الله حناخذ proofs involving quantifiers، البراهين التي تحتوي على المصورات، اللي هو 1.6 proofs involving quantifiers. quantifiers أول حاجة هناخدها direct proof. proof of لكل x px. أول حاجة بيقول let x be arbitrary عشوائي، arbitrary معناها عشوائي، arbitrary object in the universe، يعني ليكن x عنصرا عشوائيا في وين؟ في ال universe. طيب بعد هيك ضل ماشي ماشي خطوات إذا أقول hence أو then أو therefore px is true. بعد هيك بنقول والله since x is arbitrary عشوائي arbitrary then لكل x px is true. طيب في ملاحظة note that any statement أو any sentence any sentence if px then qx is a quantified sentence a quantified sentence and can be written يمكن كتابتها as لكل x px يؤدي لمين؟ إلى qx. لكل x يؤدي إلى إيش؟ px يؤدي إلى qx. يعني بما معناه إنه الأمثلة اللي أخذناها قبل هيك ناخذ مثال example prove that if x is an integer if x is an even integer integer then x تربيع is an even integer integer. طيب طب احنا لما اخذناه على اساس انه سابقا كانه الاكس هو fixed integer لكن الان احنا على العموم proof نفس البرهان السابق يعني let x be arbitrary integer او an integer كله زي بعضه. ليش؟ لانه انا هنا اخذت ايش؟ نكره والنكره ايش تفيد؟ تفيد العموم. طبعا بجي بقول والله x is even بعد عدة خطوات والله x تربيع is even طبعا احنا عملناه قبل هيك هذا therefore او thus لكل x x is even يؤدي ان x تربيع is even يبقى بهذا ايش؟ بهذه ايش؟ الطريقة بهذه ايش؟ الطريقة. ناخذ مثال اخر مثال اثنين ناخذ مثال اثنين example اثنين prove that for every natural number n natural number n and ايش بده يكون بأربعة n تربيع ناقص 6.8 n
زائد 2.88 أكبر من صفر. بدنا نثبت أن هذا المقدار أكبر من صفر. طيب الآن أنا إيش solution أو proof، لأنه proof يقول بدي أقول proof. proof بيجي بدي أقول أنا إيش let n تنتمي لل n، ليكن n ينتمي لوين؟ إلى ال n. أو ممكن أقول let n be arbitrary natural number، الأمر سيان يعني. لو قلت arbitrary natural number أو let n تنتمي لل n، برضه أنا استخدمت هنا النكرة، استخدمت هنا إيش؟ النكرة. طيب الآن هذا المقدار الأربع انتربية، طبعا 6.868 بتقسم على أربعة، و2.88 برضه بتقسم على أربعة، يبقى بيجي بقول أنا والله عندي أنا أربع انتربية ناقص 6.8 ان زائد 2.88 تساوي 4 في اللي هي ان تربيع ناقص 1.7 ان زائد اللي هي قديش 1.7 72% 72% بالطريقة هذه. طيب هذه ايش هتساوي الان؟ 4 في لما نيجي نحللها هتصير عندي ان ناقص فاصلة 8 في ال ان ناقص فاصلة 0.9. طبعا هذا المقدار هذا هو 4 في ان ناقص 8 في ان ناقص 9. طيب الان هذا وقفنا، بدنا نوقف هنا. طبعا عندي الان تنتمي للان، سينس ان تنتمي للان so n أكبر من واحد، n أكبر من واحد معناته ال n ناقص 8 أكبر من واحد أو يساوي الواحد، ممكن يساوي الواحد، أقل قيمة لها الواحد، واحد ناقص 8 موجب، so n ناقص 8 مالها أكبر من صفر، and also n ناقص 9 كمان أكبر من صفر، therefore 4 في n ناقص 8 في n ناقص 9 مال هذه أكبر من صفر، لأنه هذا أكبر من صفر وهذا أكبر من صفر وهذا أكبر من صفر، تمام، وبالتالي صار عندي إيش؟ أكبر من صفر. therefore أو thus لكل n ينتمي ل n عندنا مين؟ 4 n تربيع ناقص 6.8 n زائد 2.88 مال هذه أكبر من صفر. ليش؟ لانه انا ايش اخذت ان ينتمي للان، بما انه الان اكبر من الواحد يقبل ان ناقص 9 اكبر من صفر، والان ناقص 8 اكبر من صفر، مضروبات في الاربعه الارقام الثلاثه هذول او الاعداد الثلاثه هذول مضروبات في بعضهم كلهم اكبر من صفر، يقبل الناتج لازم يكون ايش ماله اكبر من صفر، لازم يكون اكبر من صفر. طيب نشوف حاجه ثانيه. مثال اخر، example آخر، prove that for all rational numbers لكل x و y بينتمي لل q، يعني all rational numbers x و y عندنا ايش؟ ال x زائد y على 2 is a rational number. proof بنقول let x و y بينتموا إلى q، then أو خليها زي هيك، بيجي بقول x و y بينتمي إلى q، يؤدي ذلك إنه ال x تساوي a على b وال y يساوي c على d، وال a وال b وال c وال d بينتموا لل z، وأيضا and b لا يساوي الصفر، والدي ماله لا يساوي الصفر. طيب الآن يؤدي ذلك إنه الـ x زائد y تساوي، طبعا اللي هو بدنا نجمع جمع عادي اللي هو AD زائد AD زائد BC على BD، طبعا بده هو ايش على 2، x زائد y على 2، x زائد y على 2 تساوي AD زائد بي سي على 2 بي دي. طبعا ما احنا قايلين هنا الاي والبي والسي والدي بتنتمي لزد، والاي والبي لا يساوي صفر. طيب الان سينس
طبعا A D زائد B C، عملية الجمع على الأعداد نسبية مغلقة، وأيضا عملية الجمع على الأعداد قلنا نسبية مغلقة على الأعداد الصحيحة مغلقة، فصار البسط ماله عدد صحيح، والليش والمقام ماله عدد صحيح، وكمان المقام لا يساوي الصفر. سينس اي دي زائد بي سي بينتمي للزد، و2 بي دي ايضا بينتمي للزد كمان، اند 2 بي دي لا يساوي الصفر. يبقى صار هذا عدد البسط عدد صحيح، والمقام عدد صحيح. معنات الكلام يؤدي ذلك انه الاكس زائد واي على 2 is a rational number. من تعريف اللي هو ايش الريشنال نمبرز، من تعريف ايش الريشنال نمبرز. يبقى بس لكل اكس وواي بينتمي لكيو، ممكن اكتبها بالطريقه هذه، لكل اكس وواي، اكس وواي بينتمي لكيو، يؤدي ذلك انه اكس زائد واي على 2 ايضا بينتمي لوين؟ الى كيو. ممكن اكتبها بالطريقه هذه. طيب خلصنا الحين ايش بروف اللي هو الدايركت بروف تبع مين اللي هو ايش في لكل اكس بي اكس. الان بروف باي كونتراديكشن، بروف باي كونتراديكشن. الان بروف اوف، بروف اوف لكل اكس بي اكس باي كونتراديكشن، contradiction. طيب أول حاجة بتفرض إيش؟ assume not bx، assume not لكل x bx، not لكل x bx. طبعا ما إيش معنات هذه not لكل x bx؟ يعني ie، هذه معناها يعني ie، ie معناها يعني assume إيش؟ There exists x such that not px. طبعا بنقول بعد هيك let t be an object such that not px. t او x مش مشكلة الرمز يعني. طبعا لازم اوصل في الوين للاخير للتناقض، لازم اوصل في الوين في الاخير للتناقض. يبقى therefore Q and not Q. فصار عندي إيش مالها؟ contradiction. contradiction. لما يصير عندي contradiction معناته إن العبارة اللي عندي مالها خاطئة ومعكوسة صحيح. يبقى therefore the عبارة there exist x not px is false and so. طبعا هذه بتكافي ايش؟ not لكل x bx، يعني هذه هي هذه لكل x bx وقبلها not، so لكل x bx is true، is true. طيب ناخذ مثال عليها هذه، ناخذ مثال عليها example prove that لكل x تنتمي، لكل x x تنتمي إلى صفر وباي على 2، يؤدي ذلك إنه ساين الإكس زائد كوساين الإكس أكبر من واحد، أكبر من واحد. proof بنقول assume by contradiction، طبعا by contradiction بالتناقض. يبقى assume إيش؟ assume نفي العبارة هذه لكل x x ينتمي إلى صفر وباي على 2، يؤدي إنه sin ال x زائد cosine ال x أكبر من واحد، أكبر من إيش؟ من واحد. طيب الآن يعني إيش معنى هذه؟ I.E. assume there exists x أو t، يعني ممكن أقول t أو x أو أي حاجة، والx تنتمي للصفر وباي على 2، ممكن أقول t لكن أنا خليها x ما فيش أي إشكالية، ما دام أنا أقول there exists x هنا، ومالها sin الx
زائد كوساين الاكس اكبر من واحد، والسؤال اكبر من واحد يبقى الحين انا عندي ايش؟ اقل او يساوي الواحد، اقل او يساوي الواحد. انا عملت على طول هنا، يعني هذه الان انا اكبر من واحد، حصير عندي اقل او تساوي ايش؟ الواحد، لانه نفي على لما يخش على كل بيصير دير اكزيست. لما بدنا في هذه الجمله بس طبعا هذه جمله شرطيه، تثبيت المقدم هو، هي تثبيت المقدم هي، ونفي التالي اللي هو الاكس اقل او يساوي الواحد، الاكس اقل او يساوي الواحد. طيب بنيجي بنقول والله عندنا ايش؟ الساين اكس هذه زائد كوساين الاكس اقل او تساوي واحد، وهذه اكبر من صفر. طبعا ليش اكبر من صفر؟ لانه الزاويه عندي حاده، اكيوت انجل، الزاويه بين الصفر والباي على 2، وبالتالي فيش امكانيه يكون هذه لا الكوساين ولا الكوساين تبعتها ايش تكون؟ اللي تكون سالب. طيب هذا موجب، يقوم بتربيع الطرفين يؤدي ذلك. لما اجي اربع الطرفين انه ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس زائد 2 ساين الاكس كوساين الاكس، هذه اقل او تساوي واحد، طبعا هي ايش؟ اكبر من صفر. طيب يؤدي ذلك، طبعا ساين تربيع زائد كوساين تربيع ايش بيعطيني؟ بيعطيني واحد. يؤدي ذلك انه واحد زائد 2 ساين الاكس كوساين الاكس مالها؟ اقل او تساوي الواحد. يؤدي ذلك، شيل واحد من الطرفين، انه 2 ساين الاكس كوساين الاكس اقل او تساوي صفر. But x is an acute angle. Acute angle يعني زاوية ايش مالها؟ حادة. And so sin x اكبر من صفر، and cosine x مالها؟ اكبر من صفر. And therefore sin x cosine x اكبر من صفر. صار عندي الان او 2 ساين الاكس، بغض النظر يعني احنا في 2 ل 2 هذه ما هي موجبه، ماشي الحال. خلينا نقول هذه زي هيك عشان تصير، هذه صارت 2 ساين اكس كوساين اكس اقل او تساوي صفر، و2 ساين اكس كوساين الاكس مالها؟ اكبر من صفر. فصار عندي ايش ماله؟ كونتراديكشن. يقبل فرض هذا تبعي اللي هو ايش؟ اسيوم نوت، هذا الكلام خاطئ. يقبل داس لكل اكس اكس تنتمي الى صفر وباي على 2، يؤدي ذلك انه ساين الاكس زائد كوساين الاكس اكبر من واحد، اكبر من واحد. طيب هيك خلصنا المثال هذا. الان proof of there exist x such that px. اول واحد هناخد حاجه اسمها constructive proof. constructive proof، طيب ناخد مثال عليه. constructive تركيبي، constructive proof البرهان التركيبي او برهان بالتركيب. ايش يعني؟ يعني ايش بقول لي مثلا؟ ناخد example على هذا. prove that there is an even prime number. The proof تبعها والله بقول 2 is even and prime. خلصنا هاي البرهان. And prime. برايم اي ماشي 2 and is even and prime. هذه كمان مع السلامة. 2 is even and prime. هيك خلص البرهان، هيك يعتبر البرهان انتهى. يا سلام أسهل الكونستركتيف بروف. طبعا الكونستركتيف بروف يعتبر من أصعب البراهين، وممكن في يعني لو في بعض المواد المتقدمة لو واحد جاب مثال على مقولة رياضية ممكن ياخد فيه دكتوراه. طيب ناخد مثال تاني اللي هو ايش بيقول لي؟ example prove that
there exist a natural number. There exists a natural number whose fourth power, يعني مرفوع للقوة أربعة, whose fourth power is the sum of three fourth powers. يعني بدنا عدد هو لما رفع القوة الأربعة هو يكون عبارة عن مجموع ثلاث أعداد مرفوعة للقوة, أو كل منها مرفوع للقوة أربعة. طبعا السوليوشن تبعها البروف تبعها إيش بده يكون عندي؟ الرقم هو إيش؟ 2 0 2 0 6 1 5 6 7 3 أس 4 بده يساوي 2 6 8 2 4 4 0 4 أس 4 زائد 5 3 6 5 3 9 أس 4 زائد 1 8 7 9 6 7 6 0 أس 4. والله لقينا انه العدد هذا لما رفع القوة 4 هو عبارة عن مجموع ثلاث اعداد للقوة 4, الثلاث اعداد هذول. طبعا هذا الامر ليس سهل ان الواحد يجيبه, وبالتالي ايش الامور يعني في الكونستراكتيف بروف غالبا ما بتكون ليست بسيطة. طيب احنا الان ناخذ هذا النوع الاول, خلصنا. الان بدنا ناخذ نوع ثاني, البروف او بروفينج there exists x, px is true without identifying, بدون تحديد a particular element, بدون تحديد عنصر محدد. satisfying px, احنا في الاولى هنا proof of there exists bx constructive proof قلنا والله الاثنين هيها موجوده, وهنا قلنا والله هي العدد هذا ايش موجود لما ارفع القوه 4 بيساوي مجموع ثلاث اعداد, وهي الثلاث اعداد اللي هو مجموع القوه 4. لكن في النوع الثاني هنا لا, مش ضروري, بدنا نثبت الوجود دون الاتيان بالعنصر نفسه. يعني بدي اثبت انه صح there exists x bx هذه صحيحه, لكن ما بجيب العنصر اللي يحقق bx. طيب نشوف الان, ناخذ example, prove that r of x اللي هو بتساوي x قوة 71 ناقص 2x قوة 39 زائد 5x ناقص 3 من 10 has a real zero, has a real zero. بيقول لي برهنني انه ال x قوة 71 ناقص 2x أس 39 زائد 5x زائد ناقص 3 من 10 إلها جذر حقيقي. هذا real zero معناها إلها إيش؟ جذر حقيقي. طيب proof تبعها, طبعا r of x is تساوي x قوة 71 ناقص 2x قوة 39 زائد 5x ناقص 3 من 10 is a polynomial, صح؟ ما دامها polynomial يبقى ايش مالها؟ تكون and so continuous on R. الآن R of 0 ايش هتطلع تعطيني؟ بتعطيني ايش؟ ناقص 3 من 10. طب r of 1 ايش بتعطيني؟ لما اعوضها انا بواحد, انا عندي 1 و5 6 ناقص 2 4 ناقص 3 من 10 اللي هو بيطلع لي 3 و7 من 10. الان r of 0 سالب 3 من 10, و r of 1 بتعطيني 3 و7 من 10.
ثلاثة وسبعة ناسا، يبقى واحدة منهم موجبة وواحدة إيش منهم سالبة. طبعا بما أنها كونتينيوس على R يبقى كونتينيوس على مين؟ على صفر وواحد. طيب معناته الكلام باي بولزانو، بولزانو ثيرم، نظرية بولزانو اللي خدتوها في المدرسة، there exists C تنتمي إلى صفر وواحد، طبعا لأنه واحد هنا سالب وواحد إيش موجب، there exists C تنتمي إلى صفر وواحد such that إن ال R of C يساوي صفر، i.e. C is a real root, a real root of R of X. ليش؟ لأنه لو عوضت عن C اللي بين الصفر والواحد حتعطيني R of C بيساوي إيش صفر، a real root of R of X، يبقى C صارت real root of R of X. هنا أنا عن طريق نظرية بولزانو أثبت وجود اللي هو العنصر C بين الصفر والواحد اللي بيحقق الريال روت، لكني ما جبت الريال روت، الريال روت نفسه ما جبت الجذر الحقيقي نفسه، قلت والله عن طريق نظرية بولزانو قلت والله هي في إيش ريال روت، هي في ريال روت، لكن ما أتيت بالريال روت نفسه. طيب هاي هذه خلصنا الآن الجزء الثاني، نشوف اللي بعدها. الحالة الثالثة proof of there exists x be x by contradiction. by contradiction أول حلم يقول suppose not there exists x px i.e. suppose لكل x not px. طبعا همشي عدة خطوات اقول والله therefore q and not q لازم توصل الى ايش الى تناقض contradiction، بعد هيك ايش بقول والله therefore اللي هي ايش not there exists x px is false and so there exists x px is true. طيب نشوف المثال عليها example use contradiction to prove there is an even prime number. There is an even prime number. Proof تبعها. طبعا there is an even prime number اللي هو إيش؟ بدنا نفرض إنه assume all primes are odd. النفي تبع هذه يبقى assume all primes are odd. نفرض هنا ايش all primes are odd، يعني انا حطيت هنا ايش نفي there is an even اللي هو ايش prime number. طيب assume all primes are odd، خلينا لو نكتب هذه بلغة الرمز شوية، يعني هذه عبارة عن there exist، خلينا نقول x x is even and x is prime. هنا assume all لكل x، يعني assume لكل x x is odd all primes are odd. يبقى هنا x is prime يؤدي انه x is odd. طبعا هنا لو بدلت هذه ما فيش اي اشكالية، x is يعني هنا لو حطيت x is prime and x is even x is prime and x is even ما فيش اشكالية، لان احنا قلنا all primes are odd all px are qx لازم تنكتب ايش بالطريقة هذه. طيب but 2 is prime and even
صار عندي contradiction، لأن أنا وجدت الآن أنا Q and not Q، لأنه الاثنين is prime and even، وبالتالي صار عندي إيش؟ في عندي إيش؟ تناقض contradiction. So المقولة هذه خاطئة. لكل x x is prime، بعد إن x is odd is false، is false and so there exists x x is prime and x is even. بعض العبارات بتكون كالتالي، خلصنا من هذا الآن. sometimes statements to be proved، يعني بتكون العبارات اللي بدنا نثبتها من الشكل of the form there exist x px يؤدي لمين؟ ل qx. خلينا نكتبها هنا، there exist x px يؤدي لمين؟ لل qx. لل qx طبعا يعني يوجد شيء يحقق البي، او يوجد عنصر يحقق البي، هذا بده يؤدي ل q. احيانا بتكون شيء يعني very useful يعني، لكن احنا ايش، خلينا ايش نشوف مثال عليها. example the graph of x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع is a circle طبعا with center 0 و 0 and radius r نصف قطرها r، center اللي هو المركز، والradius تبعها r يعني نصف القطر اللي هو ايش؟ r. طيب prove that، prove that if one of the x-intercepts is rational. x-intercept يعني النقطة تقاطعها مع محور ايش؟ السينان. Is rational if one of the x-intercepts is rational. طبعا then all four intercepts has rational coordinates. Has rational low coordinates. طيب بروف تبعها بسيط. طبعا احنا عارفين الدائرة، هاي الدائرة مثلا، هاي هنا هيك وهاي هنا هيك، هاي ال x intercepts وهاي ال y intercepts، وهي المركز تبعها هو ايش؟ 0 و 0. طيب الآن suppose an x intercept is a و 0 a و 0 وال a مالها؟ بتنتمي ل q طبعا، ال a يعني بنقول اللي هي الـ A هذه. طبعا واضح انه هذه لازم تكون R، يعني هي لازم تكون R. طيب الـ A و 0 تقع على الدائرة ولا ما تقعش على الدائرة؟ تقع على الدائرة، وبالتالي تحقق معادلتها A و 0 lies on the circle. So يبقى ما دام تحقق معادلتها يقبل X تربيع زائد Y تربيع يعني A تربيع زائد 0 تربيع تساوي R تربيع. معناته الكلام انه الـ R تربيع تساوي اللي هي ايش؟ A تربيع، يعني ال R تساوي موجب او سالب الايش؟ ال A. يبقى الان صار عندي هنا A وهنا ايش؟ حتصير عندي ناقص A، يعني واحد فيهم A الثاني حيكون ايش؟ ناقص.
So the other x-intercept is ناقص A from 0. الآن for the y-intercepts, for يبقى هذا ناقص A. For the y-intercepts, هذه النقطة عبارة عن إيش؟ الواي الإكس فيها صفر وواي صفر وواي. خلينا نشوف. يعني الآن صفر وواي يعني صفر تربيع زائد واي تربيع بده يساوي آر تربيع. معنى الكلام إنه واي تربيع تساوي آر تربيع. معنى الكلام إنه الآر تربيع الواي تربيع أو الآر تربيع الواي تربيع نعم تساوي الواي تساوي القيمة المطلقة لواي تساوي إيش؟ القيمة المطلقة لآر. معنى هذا الكلام إنه آر يساوي موجب أو واي تساوي موجب أو سالب آر. طبعا موجب أو سالب آر، طب الآر إيش بتساوي؟ موجب أو سالب إيه؟ يعني الواي تساوي موجب أو سالب الإيه. فحتصير عندي the y intercepts إذا y intercepts هما إيش؟ صفر و A وصفر و minus A. الآن كلهم إيش صارت صفر و A وصفر و ناقص A و A وصفر و ناقص A والA كلنا نقولنا عنها rational rational. يبقى therefore the four intercepts has rational coordinates. Coordinates محاور يعني ال x وال y. طيب نشوف مثال آخر. طيب خلصنا هيك دير اكزيست، قصة دير اكزيست خلصنا هنا. الآن بعض الستيتمنتس many statements has أو have more than one quantifier، تحتوي على أكثر من quantifier وبدها ايش؟ وبدنا نثبتها. ناخذ اكزامبل عليها هذه، نقول prove that any two rational numbers between any two rational numbers x and y there is where x أقل من y there is a rational number. يعني بين أي عددين نسبيين يوجد عدد نسبي ثالث، لو طبعا بشرط أن يكون x أقل من y. طيب نشوف الترجمة للغة الرموز هذه قبل نبدأ فيها. لكل x لكل y x و y بينتموا للكيو والx أقل من y يؤدي ذلك إنه there exists z بينتمي للكيو و x أقل من z أقل من y. ممكن اكتبها يعني بالصورة الكومباكت وان كومباكت، بقول لكل x ينتمي للQ لكل y بينتمي للQ x اقل من y يؤدي انه there exists z ينتمي للQ such that انه x اقل من z اقل من y. الكتابة هذه صحيحة والكتابة هذه ايش؟ صحيحة. يبقى لكل x لكل y، يبقى بدي اقول ليكن x و y بينتموا لوين؟
بروف تبعها. let x y بتنتمي لمين؟ للكيو. طبعا هنا ايش نكره، ليكن x و y ينتمي للكيو، يبقى النكره تفيد الى العموم. الان بدنا ايش؟ والاكس اقل من واي طبعا، لانه هنا ايش معطيني اياه ايش؟ الاكس اقل من واي. بدي اوجد زد الان، بدي اوجد زد تنتمي للكيو، تحقق انه الاكس اقل من زد اقل من يو. شوف الان عندنا ايش؟ الاكس زائد الاكس على 2 اقل من اكس زائد الواي على 2 اقل من اكس من واي زائد الواي على 2. انا عندي الاكس اقل من واي، جمعت لكل طرف اكس. طبعا هنا الاكس زائد اكس على 2 اقل من الاكس زائد واي على 2، وهذه اقل من الواي زائد واي على 2. طبعا ليش؟ لانه الاكس اقل من واي، الاكس اقل من واي. هنا جمعت اكس وهنا جمعت ايش اللي هي برضو اكس، جمعت لي اكس، فهذه اقل من ليش الواي زائد الواي على 2. واضحه يعني، بدهاش علم كثير. طبعا معنات الكلام يؤدي ذلك، هذه عباره عن اكس اقل من اكس زائد واي على 2 اقل من ايش؟ من واي. فاكس اقل من اكس زائد واي على 2 اقل من واي. طيب الان بحط انا ايش هذا؟ بدي اسميه ايش؟ زد. بدي اسميه ايش؟ زد. طبعا اكس زائد واي على 2 قبل هيك انه اثبتنا اكس زائد الواي على 2 بينتمي الى كيو. بوت زد يساوي x زائد y على 2، therefore اللي هو x أقل من z أقل من اللي هو إيش الواي. يقبل الآن thus لكل x بينتمي لQ، لكل y بينتمي لQ، والx أقل من y بيؤدي ذلك إنه يوجد z برضه بينتمي لQ، بحيث ان الاكس اقل من زد اقل من ايش الواي. هينا برهنا هذه يعني. ناخذ مثال اخر. المثال الاخر prove that for every natural number number n there is a natural number m a natural number m small such that for every الادي ام كابيتال، there is a natural number m capital such that for every، طبعا هذا الرمز اسمه such that، بس خلينا نكتب such that for every natural number m small، هذه m small greater then m capital we have الواحد على الام اقل من واحد على ثلاثة ام. بروف تبعها قبل البروف نكتبها ايش بصيغة الرموز. for every natural number n يقبل كل n بينتمي للn there exist اللي هو m برضو بينتمي للn، هذه الام capital such that for every لكل m ينتمي للN، الM أكبر من الN، الM small أكبر من الM capital، يؤدي ذلك إنه الواحد على الM small أقل من واحد على ثلاثة N. قصة طويلة وعريضة، لكل N ينتمي للN بدي ألاقي M capital، بحيث إنه كل M تنتمي للN، الM أكبر من الM capital بيؤدي ان الواحد على الام اقل من واحد على ثلاثة. طب الام هنا خلينا يجي هنا ايش نعتبر هذه هامش، نتفه هذه كامش، بيجي بقول والله الام اكبر من الام، طب انا بدي واحد على ام، واحد على ام طبعا يؤدي ذلك على طول اقل من واحد على الام ام كابيتال، وهذه there exist، فانا لو اخترت الام هذه اختيار انها ثلاثة ان
لو اخترت انا 3 ان بكون انا خلصت ايش القصه، بكون ايش خلصت القصه. يقبل الان الليت ان، اول حاجه باخذ ليت ان بينتمي للان، اخذناها دي اربيتري. الان تشوز ام لانه اختيار، هنا هنا ايش مال هنا there exist، تشوز ام كابيتال تساوي 3 ان، 3 ان. الان سو الام ها سمول اكبر من الام كابيتال اللي هي بتساوي 3 ان، implies قسم اقلب الطرفين، طبعا الاكبر بصير اقل، الواحد على ام اقل من اللي هي واحد على 3 ان. هو المطلوب؟ اه والله هو المطلوب على طول، برغم ان السؤال كبير وشكله بيخوف، لكنه ايش الكلام حله او حله بسيط وسهل. يبقى قدرنا نجيب اللي هو اللي هي ام كابيتال اللي هي ساوت 3 ان، بحيث ان الواحد على الام اقل من واحد على 3 ان. وبهيك انتهى ايش هذا السؤال. طبعا therefore، وبكتب ايش العبارة هذه، بكتب ايش العبارة اللي هي هذه كلها. طيب الان في عندي نوع جديد اللي هو ايش there exists a unique x such that bx. الان حنروح للبروف. هنروح للproof of there exists a unique x such that px. واحد proof there exists x px by any method. by any method. اثنين اللي هو ايش proof لكل x او لكل y لكل z py and pz يؤدي ذلك ان y يساوي z. يبقى لازم لما اثبت ان there exists a unique x such that bx لازم اثبت خطوتين، الخطوة الاولى انه يوجد x تحقق ال b، الخطوة الثانية اي عنصر يحققان ال b لازم يكونوا ايش متساويين. طيب ناخذ example prove that every non-zero real number has a unique multiplicative inverse. طيب يعني لو بدنا بروف تبعها ممكن اكتب، بدنا نحولها لغة الرموز قبل، every non-zero real number ممكن اقول لكل x x ينتمي مثلا لل r ناقص صفر يؤدي ذلك ان there exists y y تنتمي لل r and x there exists a unique y a y تنتمي لل r and x y يساوي a الواحد. ممكن اكتبها بالطريقة هذه لكل x بينتمي لل r x لا يساوي الصفر يؤدي ذلك there exists a unique y تنتمي لل r وال x y يساوي الواحد. طيب الان عشان في عندي ايش وحدانية، بالتالي لازم اثبت بخطوتين، بخطوتين بيجي اول حاجة let x بينتمي الى r ما عدا الصفر. هذا اخذنا ايش عشان هنا for all x ينتمي الى r وال x يساوي الصفر، فاخذنا let x ينتمي الى r ناقص صفر. طيب الان ايش في يعني there exist y، there exist يعني في تركيب، يوجد يوجد y، بدنا نشوف ايش ال y. لو قلنا choose y تساوي 1 على x، اخترنا y بتساوي 1 على x لانه عارفين الثلاثة ثلث والأربعة ربع والخمسة خمس وهكذا. then x y يساوي x في واحد على x يساوي واحد، therefore اللي هو الآن y is a multiplicative inverse of x. الآن a multiplicative inverse ما قلنا إنه إيش وحيد، الآن بقول let
طبعا فور يونيكنس للوحدانية. let يقول اس وزد بي تو مالتيبليكيتيف inverses of x. then صار عندي ايش حيكون عندي الان؟ x z يساوي الواحد وال x s يساوي الواحد. معنات الكلام انه ال x z حيساوي ال x s. معنات الكلام انه ال x z ناقص ال x s يساوي صفر. معنات الكلام ان الاكس في زد ناقص الاس تساوي الصفر. انا عندي الان عندي الاكس في زد ناقص الاس بيساوي الصفر، يؤدي طبعا ناقص هنا. طبعا انا عندي الاكس هذه لا تساوي صفر بالفرض. معنات الكلام ايش؟ انه زد ناقص الاس تساوي صفر. معنات الكلام انه زد تساوي الاس. معنات الكلام therefore y يساوي واحد على x is the اللي هو inverse of واحد على x of x the inverse of x. هنقول the inverse يعني صارت ايش؟ معرفة. معنات الكلام ما دام قلت انا معرفة the inverse يبقى ما فيش غيره، هو الانفرس الوحيد. أو بنقول ذا therefore أو thus ذا اللي هو the multiplicative inverse is unique. thus بكتب إيش الجملة اللي أثبتها في البداية وخلاص. ضل عندنا حالة بسيطة note that لو كان في عندي أكثر من quantifier لكل x لكل y bx وy بتكافئ إنه لكل y لكل x px و كمان there exist x there exist y px و y برضو هي نفسها بتكافئ there exist y there exist x اللي هي px و y. لكن لو أخيرا there exist x لكل y لأن في اختلاف px و y هذه بتؤدي إلى لا تكافئ لكل x لكل y there exist x such that px و y. لكن العكس غير صحيح، الاتجاه هذا غير صحيح. إيش بتعني هذه؟ يعني أنا يوجد x تصلح لكل y px و y، هنا كل y لها x. يعني هنا إيش؟ ال y تتغير، الاكس تتغير بتغير الواي، هنا الاكس تتغير بتغير الواي، لكن هان يوجد اكس لكل واي، يعني هنا الاكس وحده تصلح لكل واي بحيث ان بي اكس هو. ناخذ مثال عليها. هذه ايش؟ لو اخذت انا ايش؟ يوجد اكس لكل واي such that انه الاكس واي يساوي صفر. شو هي الاكس اللي بتصلح لكل واي؟ هذه ترو ولا فولس العباره؟ هذه العباره ترو اور فولس؟ ترو or false. العبارة هذه ايش؟ صحيحة. ليش؟ لانه الاكس لو اخذت انا باكس بصفر، لو اخذت انا اكس بصفر لاي واي في ار، صفر في واي حيعطيني ايش؟ صفر. طيب هل انا لو قلت زي هيك، طبعا لو حطيت انا لكل واي يوجد اكس هتضل العبارة مالها؟ صحيحة برضو، لكل واي يوجد اكس حيث ان x y يساوي صفر. كل y في r يوجد له x اللي هو انا ايش؟ صفر، بحيث انه ايش؟ ال x في y بيساوي صفر. طيب لو عكسنا الآية الآن، لو قلنا مثلا مثال آخر، هذا واحد اثنين يوجد x لكل y بحيث انه x زائد ال y يساوي صفر. يوجد x تجمعه لأي عنصر y في r يكون ناتج ايش ماله؟ x زائد y صفر. هذه العبارة عبارة خاطئة، هذه عبارة خاطئة، لأنه لن تستطيع أن تجد x تجمع مع أي y في r يكون الناتج x زائد y بيساوي صفر. طب لكن هل لو العبارة هذه لكل y يوجد x بحيث أن x زائد ال y
يساوي صفر. هل هذه العبارة صحيحة؟ العبارة هذه صحيحة، لأنه كل واي إلها اللي هو العدد ناقص واي، بحيث أنه مجموعهم بيساوي صفر. يعني هنا إشمله، إذا تغيرت واي لكل واي، إذا تغيرت واي يتغير إكس. يعني أقول الخمسة حتكون ناقص خمسة، الستة حتكون ناقص ستة، السبعة حتكون ناقص سبعة، الثمانية حتكون ناقص ثمانية، الثلث حتكون ناقص ثلث، فمجموعهم إيش؟ بيساوي صفر. تمام، لكن هذه مش صحيحة. ما لن أجد عنصرا واحدا أجمعه مع كل عناصر هذه يكون الناتج صفر. يبقى هذه خطأ وهذه إيش مالها صحيحة. فبدنا نفرق، إحنا يوجد إكس لكل واي، وين هنا يوجد إكس لكل واي بي إكس واي، معناها يوجد عنصر لكل، يتحقق لكل واي يحقق بي إكس واي. هنا كل عنصر واي له إكس، قد يتغير إيش الإكس بتغير إيش الواي، بحيث أن البي إكس واي. وبهيك بنتهى، بيكون اللي هو 1.6، وانتهى مع اللي هو شابتر اللي هو تبع ايش، تبع اللوجيك.